ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، في احسن حال. فيديو جديد النهارده، وهيكون فيديو روتين. وعايزه قبل ما نبدا الفيديو عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا جدا، وبعتذر على عدم نزول فيديو امبارح. يلا بقى حطي لايك للفيديو. لازم كل مره افكركم بموضوع اللايك ده، علشان بحس ان انتوا بتنسوا، فبعد اذنكم اعملوا لايك، ولو تقدروا تعملوا شير برضو للفيديو يبقى تمام جدا. وطبعا لو اول مره تشوفوني وجداد على القناه اعملي سبسكرايب واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الهدف من الفيديو ده ان انا اشجعكم في الجو البرد اللي احنا فيه ده، واحفزكم كده واخليكم تقوموا وتتنشطوا. اليوم اللي انا عملت فيه روتين ده كان الجو برد جدا، والدنيا كمان كانت ممطره شويه كده. الروتين ده صورته لكم اول امبارح، فقلت ايه يعني انا هرفعه لكم امبارح المفروض يعني، بس للاسف بجد يعني امبارح واول امبارح كنت بمر بظروف كده صعبه شويه، وكانت نفسيتي بصراحه يعني متدمره، فما كنتش قادره ان انا اسجل لكم الصوت على الفيديو، علشان برضو يعني ما ادكمش ايحاء ان انا متضايقه او كده. فقلت لا خلاص انا هنزل لكم الفيديو النهارده. وبالفعل رحنا المركز انا وبنتي للعلاج الطبيعي والتخاطب والحاجات دي. طبعا بقيتوا انتوا عارفين كل المشاويري اصلا، فخلصنا ولسه جايين من شوية. فاول ما جينا اتغدينا وقلت احط لكم بقى الصوت على الفيديو وانزله لكم، واعتذر لكم ان انا ما نزلتش فيديو امبارح. بصوا انا اليوم ده بدأ ازاي. الجو برد جدا وانا صاحيه بصراحه يعني، بصوا عايزه اقول لكم متكتكه. انا شخصيا في البرد ده بتلاقوا اطرافي بردانه وشكلي صعب جدا، ما بتحملش البرد خالص يعني. فالمهم قلت ايه، لا انا هتنشط كده وهتشجع، وان شاء الله اصور فيديو حلو كمان وانزله لكم. فالمهم دخلت لميت الغسيل ده، كان عندي على المنشر انا حاطاه في السفرة عندي الفترة دي، لان الفترة دي اصلا ما ينفعش نطلع ننشر غسيل بره. انا نشرت النهاردة للامانة يعني، الجو كان حلو الصبح شوية فنشرت، وهقوم المه دلوقتي وانا عارفة ان هو لسه ما نشفش اصلا، وكمان في هوا وفي تراب وفي مطر. يعني اوقات كده ممكن تبصوا تلاقونا قاعدين نلاقي الدنيا تروح من الدعا خفيف كده تبل الهدوم. فالفترة دي انا بنشر جوه في الشقة عندي، واليوم الحلو بروح مطلع الغسيل يتشمس وكده. فكان عندي شوية غسيل كده في السفرة، فقلت ايه انا هاخدهم اطبقهم الاول. وكان عندي غسيل كنت حطيت دورة في الغسالة، قلت اول ما تخلص برضو هطلعها انشرها. انا بروح واخد الغسيل كده على السرير وابدا اطبق فيه وانا واقفه كده، واروح واخد على طول الحاجه اللي انا اطبقها ادخلها الدواليب. وبعد ما خلصت رحت داخله على المطبخ، كان عندي شويه مواعين يعني مش كتير قوي، وبرده يعني ايه لميت كل المواعين اللي انا مثلا اللي مش نظيفه، والحاجات اللي كانت في التلاجه مثلا برده، والكوبايات والحاجات دي، وقلت ايه انضفها واخلص منها برده بالمره كده في اول اليوم يعني.
وبعد ما خلصت بقى المواعين وكفيتهم كده زي ما انتوا شايفين عشان يتصفوا، بعد كده اما يتصفوا ببقى ادخلهم المطبخ. وهنا جبت الفلتر ده كده وببص لقيت بقى القعدة بتاعته صدت وبدأت ان هي تتاكل كده وتتهري، ف يعني عايزة ابقى اغيره ان شاء الله، ولا مش عارفة بقى القعدة دي بتتغير ازاي، لو حد عارف ممكن يقولي في الكومنتات. غسلته برضو وغسلت تحته كده كويس جدا ونشفت تحته ورحت مرجعاه تاني مكانه. عايزة اقول لكم بقى، يوم ما كنت عاملة معاكم الروتين بتاع المحشي اتبقى عندي شوية رز، وانا ما برميش المحشي الرز بتاع المحشي خالص يعني بصراحة، لانه اولا هو بيبقى متكلف وثانيا بيبقى واخد مجهود مننا عشان نعمله، فلا ما برميش اي حاجة خالص تفيد عندي من الرز بتاع المحشي، بحطه في علبة واحطه في التلاجة وممكن استخدمه لحد اسبوع عادي، يعني لو فضل اسبوع في التلاجة ما برموهش برضو. التلاجة عندي كويسة وتبريدها كويس، واحنا الجو برد فما فيش مشكلة. وانا ما بحطش على الرز بتاع المحشي توم، يعني برضو التوم ممكن يسرع عملية ان الحاجة تحمض بسرعة، فانا ما بحطش توم خالص على المحشي عندي، فممكن تعيش معايا فترة طويلة. فالمهم برضو رحت مخرجاها كده، ما كنتش اصلا صاحية مرتبة ان انا هعمل حاجة للغدا بصراحة يعني، فقلت خلاص انا هخرج الرز ده واخلي الست بتاعته الخضار تطلع لي بتنجان وكرنب، هي في واحدة تحت بيتي على طول يعني بتبقى تطلع مثلا تطلع لنا خضار وحاجات زي كده، فكلمتها وطلعت لي الكرنب والبتنجان وشوية فاكهة وإيه، وطلعنا الرز ده عشان نعمله، وطلعت فرخة إيه بس. فاليوم اصلا كان برد، دي الكرنبايه بعد ما سلقتها وقطعتها. وهنا انا هحشي الحله السيراميك دي بس، يعني مش هعمل مثلا حلتين، انا قلت اعملهم مع بعض، فانا قلت اعملهم مع بعض كده ويعني مش مستاهله ان انا احشي حلتين. انا بعتذر عن اني صوتي كده والله العظيم، يعني بحاول ان انا امنتج لكم الفيديو كويس واحط صوت كويس وكده، بس مش قادره اتكلم كتير يعني، عشان كده ما عرفتش ان انا انزل لكم فيديو امبارح، والله اعذروني. ممكن تسالوني طب ايه السبب مش عارف ايه. بصوا في اوقات كده بتيجي على الانسان، اكيد كلكم كده يعني، كلنا كده، الناس الطبيعيه كده، بتبقى مثلا بيحصل معاكي موقف بيخليكي متدمرة نفسيا، فأنا الفترة دي بصراحة يعني كده يعني اللي هو متدمرة نفسيا، نفسيتي سيئة جدا جدا، فيعني بحاول ان انا امنتج الفيديو وارفعه لكم علشان الناس برضو ما تقلقش عليا ولا حاجة. فهنا زي ما انا قلت لكم كده، حشيت البتنجان وحطيته كده بجنب في جنب في الحلة يعني، وهو واقف كده. انا عادة بحب البتنجان يستوي لو هحشيه في حلة، يبقى ما يبقاش نايم في الحلة كده، بحبه يبقى مرصوص الرصة اللي انتوا شايفينها دي. وحشيت الجنب التاني الكرنب، وحشيت برضو شوية كده على وش الحلة يعني، غطيت البتنجان بيها يعني. إيه لو وصلت الجزء ده من الفيديو لسه ما عملتوش لايك، بعد اذنكم اعملوا لايك للفيديو. هنا كنا خلصنا خلاص يعني، بس انا همسح البوتاجاز الاول قبل ما احط الحلة ان هي تستوي. اليوم كان خفيف يعني، عايزة اقول لكم اليوم كان خفيف جدا، ما كانش فيه شغل مجهد، ولكن برضو قلت يعني ايه، بدل ما اعملش غدا واجيب سمك او اجيب حاجة من بره، لا طب ما انا عندي رز المحشي احشي. جيت بالليل مثلا عايزين ناكل حاجة حلوة، بدل ما نجيب حاجة من بره قلت لا طب انا هعمل كيكاية حلوة ناكلها، وعملت ماربل كيك هتشوفوها دلوقتي تحفة، وان شاء الله هنزلها لكم، لو محتاجين الطريقة هنزلها لكم.
وطبعا كنت مكسلة عن موضوع تطبيق الغسيل ده، بيبقى اتقل حاجة اصلا عليا ان انا اقعد انشر غسيل واطبق غسيل وادخل الدولاب ومش عارف ايه وكده، ولكن برضو قلت لا خلاص انا هطبق الغسيل وادخله الدولاب وانشر الغسيل الجديد. واليوم كان لطيف وظريف جدا، ويعني يعتبر المحشي ما خدش مني مجهود علشان الخلطة بتاعته كانت جاهزة. واحسن حاجة في المحشي كمان ان هو الجو كان محتاج محشي، يعني الجو ما بيبقى برد كده بصراحة، يعني بيبقى محتاج بقى شوية محشي دافيين كده سخنين بقى، ويتقلبوا على صينية كده ونتلم ونقعد كلنا بقى، ولو اجواء عائلية بقى وعيلة يعني بيبقى كمان الجو احسن واحسن كمان. وهنا زي ما انتوا شايفين كده كان الفاكهة اللي الست جابتها لي، يعني فضيتها وحطيتها كده على صينية وركنتهم على جنب الميكرويف كده، اللي بيبقى عايز حاجة بياخدها منهم. وهنا شوية الكرنب دول فاضوا من الكرنباية اللي انا كنت جايباها، هي كانت كرنباية صغيرة ما كانتش كبيرة بصراحة، ف برضو ما بحبش ارمي، يعني لما بيفيض مني ورق كده حلو مثلا ما بحبش ارميه، والكرنبايه دي بصراحه كانت مسكره كده وطعمها حلو، فروحت احطهم في العلبه دي ودخلتهم الفريزر، قلت ابقى اعملهم مره تانية. وهنا زي ما انتم شايفين حطيت المحشي يبدا ان هو يستوي، وحطيت له الشوربه بتاعته وسبته. بصوا هبدأ بقى ان انا كنت مخرجة اصلا لبن عايزة اغليه، وهرتب الادوية دي بتاعت ليلي كلها، والكيس ده برضو فيه ادوية ليا وكده، هرتبهم وهمسح فوق الميكرويف واظبط الدنيا دي برضو كده، كانت كل حاجة مفركشة كده، فانا ما بحبش برضو الحاجة تبقى مكركبة قوي بالشكل ده، فقعدت بقى ارتب الادوية دي والحاجات دي، وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه مع بعض تاني. هنا كان المحشي خلاص استوى، وكنت نقلته على العين الصغيرة خالص، وبحب اهدي عليه كده واسيبه مثلا شوية براحته كده، يعني بعد ما بيشرب المية بتاعته بروح مهدية عليه خالص وسايباه يستوي براحته خالص. وهنا كنت سويت فرخة وبدأت ان انا احمرها، وشلت السجادة وبدأت ان انا اكنس الارض وامسحها، ونرجع بقى كل الحاجات دي تاني كده مكانها المطبخ، ونظبط الدنيا برضو. هنبدأ بقى دلوقتي نغرف الشوربة والمحشي عايزة اقول لكم خلي القرنبيط والكرنب ده انا اللي عاملاه برضو، يعني كل ما ببقى جايبة كرنباية مثلا او حاجة ويفيد مني جزء مثلا منه ما بحبش ان انا ارميه، عندي محمد يعني بيحب المحشي الاسفل مخلل الكرنب والقرنبيط جدا، فبروح مثلا حاطه في البرطمان بتاع المخلل بيطلع برضو حلو جدا يعني. فالقرنبيط ده كنت انا اللي عاملاه، كنت اشتريت في يوم قرنبيطه كده وكنت عملتها، وبصراحه حلوه جدا. انا ما بحبوش يعني، انا شخصيا ما بحبش القرنبيط عامه يعني، ولا مخلل ولا غير مخلل، فمحمد عندي بيحبه يعني، لازم على الاكل كده اروح حاطه له حتتين كده ياكلهم. هنا كنت بغرف بقى المحشي والشوربه، وحمرنا الفراخ والاكل اتعمل من ما فيش يعني، كان شوية رز فايضين عندي اتعملوا حلة محشي ما شاء الله، كان حلو جدا وطعمها حلو، وعملت طبقين الشوربة الحلوين وكل حاجة كانت زي الفل ما شاء الله. واليوم زي ما قلت لكم كان سهل كده وخفيف، وخلصت برضو الحاجات اللي ورايا، وعملنا الكيكة دي لو عايزين الطريقة بتاعتها هنزلها لكم ان شاء الله، بس ما رضيتش ان انا احطها في الفيديو علشان ما اطولش عليكم الفيديو، يعني لو عايزين تعرفوها بالتفصيل هنزلها لكم. دي اسمها ماربل كيك، ماربل كيك حلوة جدا جدا جنب الشاي والقهوة والنسكافيه، بجد طعمها ما شاء الله حلو جدا وطالعة كده هشة وجميلة،
وانا عاملاها بطريقة بصراحة بسيطة جدا، يعني مش معقدة لكم الدنيا فيها خالص. فهنا كنت عملتها، يعني احنا اتعشينا ودخلت غسلت المواعين وصليت العشاء، يعني غيرت هدومي وصليت العشاء، لو تلاحظوا اصلا كنت لابسة الاسدال يعني. وبعد كده رحت داخله عامله الكيكه دي على السريع كده وانا واقفه، سهله جدا يعني، ممكن تعمليها بقى للعشاء، تتعشي منها جنب النسكافيه او شاي بلبن، تفطري منها الصبح، حلوه جدا. وعندي كمان ما شاء الله ليلي اكلت منها وعجبتها يعني. وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، وسبتها تبرد شويه، وبعد كده قطعتها شرايح ورحت جاية حطها في علبة بقى كده، وسبتها على الميكرويف. اي حد عايز منها حاجة يقوم ياخد القطعة كده. بصراحة سهلة جدا وطريقتها حلوة زي ما قلت لكم، وكيكة محترمة بصراحة، من الكيكات اللي عجبتني جدا جدا يعني، كل فترة كده بعملها فلذيذة قوي يعني. هقطعها دلوقتي معاك وهتشوفوا شكلها، بس سيبيها تبرد الاول، ما تستعجليش عليها قبل ما تقطعيها. يعني انا هنا كنت مستعجلة عشان كنت عايزة اخد منها جنب الشاي بلبن، فانتي ممكن تعمليها من بدري شوية وتسيبيها تبرد كويس جدا، وتجيبي سكينة تكون حامية وتعمليها، هتعجبك قوي 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 يعني. انا عارفة انا بقولك ايه لما بيكون حاجة عجباني واقول لكم اعملوها عشان هي حلوة، يبقى فعلا خدوا كلامي ثقة. جميلة جميلة جدا جدا، شوفوا شكلها عامل ازاي. هنا انا عملت شاي بلبن، ومحمد كمان كنت بعمل له قهوة على البوتاجاز، وقلت ناخد كده الكيكة دي الجميلة دي ونروح نقعد مع بعض كده ونشرب الشاي والقهوة. وليلي كمان عايزة اقول لكم كانت عاجباها قوي قوي كده. يكون الفيديو النهاردة خلص، يا رب يكون الروتين عجبكم واليوم عجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو لو اول مرة تشوفوني، ما تنسوش تشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس طبعا عشان يوصلكم كل جديد. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.